خلينا نتحول لموضوع تاني. مع طول مدة الحرب في غزة، الإخفاق العسكري والاستخباراتي والأزمة الاقتصادية، كل ده خلق رأي عام جوه إسرائيل رافض للحكومة، وبقى في مطالب واسعة بإقالة حكومة نتنياهو، وده اللي عكسته الصحف الإسرائيلية واللي ابتدت ترصد الأوضاع المتدهورة في إسرائيل سواء سياسيا أو اجتماعيا. خلينا نقرأ الوضع الداخلي في إسرائيل من خلال قراءتنا لعدد من الصحف العبرية. معنا الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، على الهاتف مباشرة. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا أستاذ مصطفى، وأهلا أستاذة منى. أهلا بحضرتك يا فندم. صحيفة هارتس الإسرائيلية تحت عنوان المحكمة العليا في إسرائيل تلغي قانون الانقلاب القضائي اللي أصدرته حكومة نتنياهو واللي بيحد من سلطاتها. كلنا عارفين القانون ده عمل إزاي رأي عام في إسرائيل وعمل عدد كبير جدا من المظاهرات. إيه دلالات إلغائه في وسط مدة الحرب؟ يعني على اعتبار عظمة جديدة لحكومة نتنياهو، عودة لحدود 6 أكتوبر حينما تم شن الهجوم من المقاومة على المجتمع الإسرائيلي وعلى الأهداف الإسرائيلية يوم 7، قالوا معا ننتصر ونؤدي الخلافات الداخلية. لكن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالأمس كان محاولة لإجهاض سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إصدار القرار، بمعنى إن كان في أريه داعي وزير حكومة نتنياهو يحاول سن قانون تفصيل لمنع المحكمة من إصدار حكمها. الحكم صدر بأغلبية كبيرة جدا ويعيد الأوضاع لما قبل 7 أكتوبر، بمعنى إن هناك انقسام حول رغبة نتنياهو في عدم مراقبة أعمال الحكومة. هذه هي الرقابة الوحيدة متمثلة في المحكمة العليا الإسرائيلية، وعادت لها صلاحياتها بعد أن رفضت رؤية نتنياهو ورفضت أن يتم الحسم بعد الحرب. أكيد إحنا لسه مكملين مع آرتس، وتحت عنوان عشية عام 2024 المتظاهرون المناهضون لنتنياهو يشتعلون بالغضب. كلمنا عن أسباب الغضب والاتهامات الموجهة لحكومة نتنياهو بالفشل من وجهة نظر الجريدة. يعني بالطبع هناك فشل أمني، هذا هو الهاجس الأكبر لدى المجتمع الإسرائيلي بعد الفساد الذي اتهم به نتنياهو والملفات المفتوحة حتى الآن الخاصة به، والحديث حول صحته واعتلال صحته. أيضا الملف الأمني هو الهاجس الأكبر، لأن الوعود التي قطعتها حكومة نتنياهو أثناء إعلانها الحرب والهجمة الشرسة ضد قطاع غزة لم تتحقق، بمعنى أن رشاقات صاروخية تطال تل أبيب حتى مع بدء العام الجديد، والحديث عن قدرة المقاومة على الاستمرار لسنوات في إطلاق الصواريخ والرشاقات الصاروخية. الأمر الثاني أن في نزيف دائم من القوات البرية في حتى شمال غزة التي بدأ بها العدوان، ولم يقل الخسائر وسقوط ضباط وجنود بشكل يومي في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة. هذا أمر ضاغط على المجتمع الإسرائيلي ولم يعتاد عليه أن يكون بمثل هذا الحجم. فالحديث عن فشل استخباراتي منذ البداية، فشل في الدفاع حينما هاجمت حماس، وفشل في الهجوم حينما بادرت القوات الإسرائيلية بهجمة بالقوات الجوية ثم قوات عالية التدريب في هجمة برية أيضا. صحيح. طيب نتيجة كل ما قلته يا دكتور، خلينا نعرفه من صحيفة يدعوت أحرنوت اللي اعترفت بفشل إسرائيل على لسان المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، واللي قال من المحتمل أن يكون أحد أسباب ما حدث في أكتوبر هو إدراك حركة حماس لانقسام الأمة وجاهزية الجيش. إيه دلالات هذا الاعتراف في هذا التوقيت بالتحديد؟ هو دلالات تبادل الاتهامات، بمعنى أن في مستوى عسكري بيقول أن السياسيين هم الذين تسببوا في هذا المأزق بخلافاتهم الداخلية، بأنهم أشعلوا قضايا غير متوافق عليها داخليا لمصالح شخصية، وأن ده أثر على الجيش الإسرائيلي وجعل الجانب الآخر يشن هجماته بكل جرأة.
انما طبعا المفترض العكس، هو السياسيين بيقولوا ان جيش الاحتلال لم يقدم لنا انجازات نستطيع من خلالها ان نعزز موقفنا التفاوضي بشان الاسرى المحتجزين، بشان وقف اطلاق النار بشروط جيده. فهو المفترض ان يكون في جهوزيه لجيش الاحتلال في اي وقت ولا علاقه لها بالانقسامات، لكن طبعا هي اثرت لان بعض الضباط الاحتياط وبعض عناصر القوات الجويه ايضا بما لها من حساسيه كانت تعرب عن رفضها الاستدعاء اذا ما تم استدعائها قبيل هذه الهجمات. فبالطبع هذا المستوى من الخلافات غير مطلوب بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، وايضا المستوى السياسي من الداخل المنقسم يعني حول معسكر سموتريتش وبن جبير وسوكوت اللي هم قطعان مستوطنين جمهورهم الاساسي وليهم اوهام توسعيه، وبين نماذج واقعيه اكثر مثل جانتش كوزير الدفاع ومثل ايزنكوت كرئيس الكنسول. طيب خلينا نتحول لتايمز اوف اسرائيل. مئات الفلسطينيين سابوا قراهم او بيتركون قراهم في الضفه الغربيه بسبب عنف المستوطنين، والحديث على ان التركيز على الحرب في غزه والخطوط غير الواضحه بين الجيش والناشطين الاستيطانيين ادى لزياده العنف ضد الفلسطينيين. لو حضرتك تقول لنا ايه المشهد في الضفه ولماذا اعترفت تايمز اوف اسرائيل باللي بيحصل؟ الحقيقه طبعا هو ارهاب يهودي حسب التعريف الاسرائيلي، حسب الشباك اللي هو الاستخبارات الداخليه، ما يقوم به قطعان المستوطنين في الضفه الغربيه وتنامى وتصاعد مع حلول 29 ديسمبر 22 حينما تولت حكومه الخراب الحاليه سده الحكم، جرائم حرب وارهاب حتى وفق القانون الاسرائيلي نفسه، ومع ذلك يتم استفزاز مشاعر الفلسطينيين بل والعالم العربي والاسلامي بزياره حسب وصف الجانب الاسرائيلي الحرم القدسي. هو تدنيس من وزراء، يعني حينما زار شخص معارض من خارج المنظومه هو اريل شارون قامت الدنيا وقامت دلعه الانتفاضه في هذا التوقيت، انما حاليا بيقوم رسمي شخص مسؤول بزياره او تدنيس ويطالبون الفلسطينيين بضبط النفس او عدم الرد او عدم اللجوء الى المقاومه. بالطبع كل هذه الاستفزازات تصب في مصلحه المقاومه وتحث العالم على ان يطلع بمسؤولياته وان يكف عن هذا النفاق، بمعنى ان الحديث عن غزه والحديث عن حماس والحديث عن 7 اكتوبر، احنا بقى لنا سنه بالتمام والكمال في ظل هذه الحكومه هجمات شرسه على الضفة الغربية بهدف برضه هو نقل السكان بهدف الترحيل الجماعي ترانسفير. فهذه الامور يجب ان تكون امام الراي العام العالمي، خاصة وان المخططات الاسرائيلية بشان الترحيل الجماعي باتت جلية وواضحة. اكيد كل الشكر ليك الدكتور احمد فؤاد انور استاذ الدراسات العبرية، شكرا جزيلا لحضرتك لقراءتك للصحف الاسرائيلية.